غدا إن شاء الله في الصنوبر البحري هناك لقاء تنظمه المديرية العامة للجمارك مع الغرفة غرفة التجارة الجزائرية غرفة التجارة والصناعة غرفة التجارة والصناعة الجزائرية حول تعميم الأحكام الجديدة لقانون الجمارك. هذه الندوة تدخل في إطار الندوات التي تم برمجتها طبقا لتعليمات السيد المدير العام للجمارك، حيث الهدف منها هو تعميم وإيصال المعلومات الجديدة والأحكام الجديدة لقانون الجمارك لفائدة المتعاملين الاقتصاديين ولفائدة كل الشركاء الذين يعملون في مجال التجارة الخارجية. وهذه الندوة كذلك تدخل ضمن سلسلة من الندوات التي سوف يتم تنظيمها لفائدة المتعاملين الاقتصاديين هنا في الجزائر وفي وهران وفي تلمسان وفي عنابة وفي قسنطينة وكذلك في ورقلة وتمنراست.